أين العزم يا أبا عبد الله؟ أبدأ دروسي. كلنا حولك يا إمام، متطلعين لدروسك. كيف تفعل ذلك ونحن في وقت فتنة واضطراب؟ وخذ بما تعرف ودع عنك ما تنكر، وعليك بأمر نفسك ودع عنك أمر العام. وكلمة الحق ألا تقولها؟ أي كلمة حق تريد قولها يا فتى؟ الإمام يقصد ضرورة اعتزال الفتن حتى انقشاع غبارها. ما رأيك يا إمام؟ قد يعتزل العالم أي شيء إلا العلم. إذا اعتزلنا العلم ضيعنا الأمة. يوما ما ستنتهي الفتنة ولن ينجينا إلا العلم. كيف نحضر دروسنا ونحن لا نضمن استقرار حالنا وأمورنا؟ كل ما أقوله ولا تشهد عليه عقولكم لا تأخذوا به، لا تقبلوا، فإن العقل مضطر لقبول الحق. أعذر حمية الشباب يا أبا عبد الله. بل أحمد الله عليها، الكل بأفكاره مرحب به. رأي واحد لا ينفع، رأي واحد لا ينفع.